دابا هادو غير القليل، عاد الراديوات كبار. ها شي هما الوراق كاملين ما فيها من المرض، اللي فيها من المرض ولد هاد الشيء كله، الشيء كله. لا 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 لا، خليك في بلاصتك ما تحركيش. اش بديتي شو ورقة ديال الطبيب ديال هاد المرض شي حاجة نعرفو عليها؟ هما راه كلهم ديالو، ولكن خاصك شي وحده اللي انت ما منظماش الوراق ديالك. ما منظماش اخويا والله. ايوا باش نعرفوا هاد المرض سميتو، باش نعطيه لك انا. انا جبت لك ورقه اللي فيه سميتو وكلشي. ماشي ماشي يا سيدي، ها انت اقرا. لا هذا ديال كان فيه السخانه. ها انت ها لا سيدي، باش انا نقرا لك. شوف مشاهدي قناة شوف تي في، خصك تكوني منظمة وراقيك ومقدم وكل شيء باش تعرفي السمية ديال هذا المرض هذا. إيه ها هما فوالا، هادي دابا خليهم غير خليهم هنايا غير بقاو مقادين وصافي. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. السيدة اللي جات من مدينة الرباط خصيصا على قبل واحد المرض نادر، ربما القليل اللي غادي يكون يعرفوا سميتو ميوباتي، ضمور العضلات كيضرب الوليدات الصغار، كيعوج لهم الرجل ديالهم ملي كيوصل للراس. هو مشكل في الجين، نقولوا وراثي هو. وراثي. اذا كاين التصلب الوحي، حتى هو اللي باقي ما عارفينش ليه السبب ديال الانتشار ديالو بواحد الشكل كبير، واحد المرض اللي الناس ما عارفينوش. كيجيك يعني يدك كتولي كترجف، ربما الذاكره ديالك تضعف بواحد الشكل كبير، كتبقى غادا تدريجيا الشوف كيمشي لك بعض المرات بدون سبب. الضحك والبكاء كيتخلط لك، يعني عنده علاقه بالاعصاب. انت الابن ديالك قلتي بانه مريض هذا المرض، وبغيتي تسلطي الضوء على هذا المرض باش الناس يعرفوا، لانه كيكلف الكثير من المال والعلاج ديالو ما كاينش. تكلمي لينا، ديري هذه. السلام عليكم. السلام عليكم متتبعين شوف تي في. خوتي انا جيت من مدينة سلا، جيت حتى لكازا باش صوتي تسمع، باش الناس يسمعوا صوتي، حيت شعيت نهضر وعيت حتى شي حد صوتي ما تسمعش. ودابا جيت من سلا على قبل هذا المرض باش يعرفوه الناس اللي هو ضمور العضلات. اللي الاولي انا ولدي تزاد طبيعي، تزاد عادي من وصلت 4 سنين بدات رجلته. يعني خاص الوالدين يعني يكونوا رادين البال باش تكون استفاده للجميع. واحد التحليله دابا انا خاصني واحد التحليله باش نعرف راسي واش انا اللي ام ناقله ولا من الاب. حيت يعني من الاب ولا من الاب هو متاكدين من القضيه ديال الجينات وراثيه. وراثي هو هذا المرض ميوباتي نوروباتي، هو كيختلف من شخص لاخر. فهمتي؟ كاين مثلا نوروباتي هو شاركوت ماريتوت، اما هما كلهم ضمور العضلات، هما كاملين كيبقى قاسم مشترك كلهم. كاين اللي كيوصل 13 عام تيدير الكرسي. قد ما بان فيك المرض وانت صغير، قد ما كتشد الكرسي دغيا، وقد ما تعطل فيك تاخر فيك المرض قد ما شويه بشويه. دابا انا ولدي اليدين دابا بداو تيمشيو ليه، كيعوجو ليه عواجت، ودرت ليه واحد الاوبيراسيون عيبش شويه بحال مرخيه محطوطه وصافي هي مقاده. ودابا دايره ليه لي زاطيل، ها هما التصاور ديال ولدي، ها هو الفيديو، والفيديو حتى ديال ادريس اللي ناداهم وما سمعوش ليه، ها هو كيصارع الموت. هذا ولدي ياسير، ها هو ياسير. ما بين والو، كنتمنى يبان ليا ما بين حتى شي حاجه، ما بين والو. بلاتي نزيد نجيب واحد الصوره واحده اخرى. هادي حنت فيها العمليه تالي نواصله. انا غادي نجبد لك واحد الصوره خويا واحده اخرى. كنتمنى خوتي يوصلوا الرساله ديالي وصوتي تسمع. يا ربي يا ربي، هادشي اللي كنطلب صوتي تسمع. ها هو ولدي هنا كان تيلبس لي زاطيل. بلاتي هنا يلاه درت ليه لي زاطيل، حيت ضروري خاصو يعيش بالاجهزه التعويضيه. ها ما كيبانش، راه المشكل هو ما كيبانش. شدي اليد، شدي هكا. كيبانش، غير تكلمي وصافي. ما كيبانش، ما يمكنش، ما يمكنش. غير تكلمي. كلشي كاين في القناه ديالي انا، حيت شدرت عامين وانا دايره القناه باش نوصل صوتي، ولكن حتى شي حد ما وقف معايا، حتى شي واحد عييت. انا بغيت دابا ملي كتمشي على الطبيب، خلينا من سميتو، ملي كتمشي على الطبيب شنو كيقول لك على هذا المرض؟ العلاج ديالو فين كيوصل؟ العلامات ديالو ما كاينش العلاج، ما كاينش العلاج، ما كاينش.
عندك حاجه وحده هو الترويض، كيأخر شي شويه الترويض، وخاصو لي زابيل اجهزه تعويضيه. كاينه واحد الاوبيراسيون ديال التنفس، حتى هي كيوصل كيدير واحد ديال التنفس. قلتي درت العمليه على القلب؟ لا، عمليه على رجليه. وخاصو الطبيب ديال القلب، كيبقى هاد المرض مرتبط مع طبيب ديال الرئه، طبيب ديال القلب. حاشاك الا جاتهم تنخيمه ما تيقدوش يخرجوها، خاصو الطبيب اللي يجي يخوي ليه صدره. يعني واحد المصاريف، وما كاينش ثلاثه الاطباء محسوبين على رؤوس الاصابع في المغرب كامل. ثلاثه الاطباء خويا، تيجيو الناس من وجده، تيجيو مساكن عندهم الاعاقه وليداتهم هكا طايحين، ولكن على الاقل يديروا لنا غير شي حاجه حتى حنا نحسوا بالامل. هذوك الوليدات كيضيعوا، وهذا المرض ما عرفوا حتى شي واحد، وحتى شي واحد ما تيسلط عليه الضوء ولا يعرفوه. كاين بزاف ديال الامراض، ولكن هذا شي تصلب اللويحي ربما اخطر بكثير. علاش؟ كيضرب العيالات لي فام. تقدر تبدا من 20 سنه، وملي كتوصل 30 سنه كتكون واحد النسبه كبيره من المرض، يكون وراثي ربما ما يقيسكش انت، يقيس ولاد 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 ولادك. بحال هكا فهمتي، هذا هو المرض اللي حنا تنعانيو منه. هذا باش ملي كتمشي عند الطبيب، انا حاولت نفهم هذا كيدير لك واحد الخط كيقول لك تمشى فوق منه. اللي مريض ما كيقدرش يتمشى فوق ذاك الخط، ما كتقدرش تمشي في تراجي مقاد، ما يقدرش. شوف عندك العينين كيتقلبوا لك بوحدهم، كتمشي لك العين اليسرى، كتكون واحد الرعشه في العديد من الامراض اللي هي ما مسلطش على الضوء والناس ما عارفينهاش. كيتصاب شي واحد وما كيكونوش عارفين اشنو واقع عندهم. انا نوريك ادريس الحاله اللي وصل لي معايا في المجموعه في الجروب. حنا كنفيدوا بعضياتنا، حتى الاطباء ما تيقولوش لينا شنو خاصكم ديروا، شنو خاصهم الماكله ديالهم، خاصهم تخيل اخويا، ما تيقولوش لينا تنفيدوا بعضياتنا في واحد الجروب. ها هو ادريس، شو مسكين المشكل، حاجه ما كتبان في هذا شي مسكين ادريس. كيفاش هو؟ واش ناقص الضو هنايا؟ ناقص الضو ولا شنو؟ ها هو ادريس كيصارع الموت مسكين، ما حاجه ما باينه. عندي واحد الفيديوهات في القناه كان تيهضر مسكين ادريس، كيقول لهم عتقوني بغيت غير كرسي متحرك. صح حاجه ما بينا الدرجه خويا، مسكين تيقول لهم بغيت غير كرسي متحرك، باش ما بقاش وسط، ما عرفتش شحال من سنه هو وسط الحيوط. ها هو الحاله اللي وصل ليها المرض للراس، حيت مسكين ما كاين لا العلاج لا مراكز. علاش ما ديروش واحد الجمعيه وتاسسي جمعيه انت ولا الناس اللي مصابين بهذا المرض، وتدافعوا على راسكم، نتعرفوا بهذا المرض. ما لقيتش اخويا يد المساعده، ما لقيتش يد المساعده، راه ما عنديش ربي اللي عالم. الزوج ديالي خدام غير في قهوه، طالب معاشه، يعني تيخدم تيتخلص من النهار، داك الشيء اللي غيجيبو لك غيجيبو لك النهار. تخيل قسما بالله اخويا تنهضر معاك، زعما ماشي انايا من النهار الاول، زعما ماشي باغا نوصل رسالتي، باغا الناس يعرفوا. خاص الناس، هاد الناس اللي كيشاهدوا فخاصهم يبارطاجيو، لانه تقدر تكون في الولد ديالك وانت ما عارفوش. لان هادشي كيبقى غادي بشويه بشويه حتى كيبان. الا بارطاجيتي انت وانتي، ربما هاد المرض غادي تعرف وغادي تنتشر، وربما يتسلط عليه الضوء بواحد الشكل كبير، ولقاو العلاج. وربما كاين علاج لشي بلاد حنا ما عارفينهاش. قال لك لقاو علاج ديال واحد النوع من هاد المرض، لدرجه قال لك العلاج ديالو تيسوى مليار. شكون اخويا غيقدر يعالج؟ شكون؟ هاد الامراض النادره هادو كيكون العلاج ديالهم صعيب. هاد التصلب الواحد اللي كنقول لك انا بحثت مزيان فيه، ما كاينش العلاج ديالو ياك. وهذاك الدواء اللي غير كيكالمي وكي سميتو، يعني كل واحد وكيفاش كتجيه. ربما الاعراض اللي غادي يجوك انت ما يجونيش انا، وما يجوش واحد اخر. هادشي علاش حتى الاطباء حاروا فيه، راه سنين وسنين. دابا راه وصل لواحد النسبه كبيره، بخصوص في الدول العربيه، وكاين في امريكا اللاتينيه منتشر بواحد الشكل كبير، وحتى في المغرب راه دازوا حلقات في ميديان تيفي، دازوا في الناس كيتكلموا باغيين يوصلوا الصوت ديالهم. ولكن للاسف حتى في لاسينيسيس ربما ما عرفتوش كيعوضوا الناس، لان هذاك ما نقولوش علاج، غير هو الدواء، يعني نقولوا مسكن الالام، ولا ربما راه ساوي 25000 درهم، يعني جوج المليون ونص. الناس كيفاش عايشين؟ راه المشكل هو في الشاب، في المواطن كيحقر الحاجه. راه ملي كتبارطاجي واحد المعلومه واحد المرض نادر، ربما راه حتى وزاره الصحه كتدخل، الضمان الاجتماعي حتى هو كيدير واحد التدخل ديالو، لان الناس ما عندهمش الامكانيات الماديه باش غادي يتكلفوا بالعلاج ديال وليداتهم. فعلا اخويا، كل
كلامك صحيح اخويا، داكشي اللي بغينا حنايا، بغينا غير الناس يعرفوا بارطاجيونا الله يرحم ليكم. هذا المرض الناس اللي كيسولوا سميتو ميوباتي على حسب القول ديالك، ضمور العضلات. ضمور العضلات خوتي الله يرحم ليكم الوالدين، بارطاجيو. انا راه درت قناه وتا واحد ما سمعني. سميت القناه اللي درتي؟ امورا فاطمه. وري نشوف، وري نشوف. عندك التليفون كتبان فيه والو اخويا، هو اللي كاين. دير اشنو هاد القناة كتكلمي فيها على هاد المرض؟ تنتكلم فيها على هاد المرض. ديري باج في الفيسبوك حتى هو، دخلي فهمتي، عرفي بهاد المرض. ما قلت وما بغاوش حتى شي حد، ما فهمتش علاش الناس ما كيعاونوناش حنا الدراويش اللي محتاجين، محتاجين امس الحاجة ربي اللي عالم. تقدر تدخلي لجوجل، تقدر تدخلي اليوتيوب، تاخذي ديك لي فيديو تحطيهم باش الناس. اي واحد وليت صغير ولا سميتو تشوفيه ياخذوا لك دي فيديو. الادسنس ما وصلني غير بزز، ما عقارياش مزيان. داك تزيد لي فيديو تحطيهم، ربما كاين باللغه العربيه ولا مشكل. عندك التليفونات راه سطاني انايا اموره بلاتي الله يهديك. يا ودي حنا بغينا تشد لينا هاد ال... عندي 6000 متابع ما عرفتش واش كتبان لكم هي اموره فاتي بيوتي هادي. الله يرحم ليكم الوالدين اخوتي، راه درتها باش نعاون ولدي وباش ندير ليه الترويض، ولكن الغالب الله. دابا ولدي مسكين هو هكا كيعرج وغتيمشي للمدرسه ديال الدوله. كنت عندي احلام حتى انايا في هذه القناه، عندي احلام حتى انا نقري ولدي بفلوس. مسكين عنده اعاقه، مريض، ما لقيت صراحه، ما لقيتش اللي يمد يد المساعده ابدا ابدا. ما خليتناش الناس، ناس كلشي، حتى شي واحد ما لقيته في جنبي من غير الناس مساكن، واحد الفئه قليله اللي متتبعين ديالي هما اللي مساكن تيواسيوني وتيقولوا لي غير صبري غير صبري، دابا صوت كيوصل. دابا خاصك تعرفي بهذه المره، تعرفي بواحد الطريقه مزيان، يكونوا دي فيديو بالفرونسي بالعربيه، ضروري ما يكونوا شي برامج في دول الخليج ولا المشرق، غادي يكونوا حاطين. ولا علاش دير القناة اللي ما عرفهاش؟ لا قارية، ماشي ما قاريش، ولكن يفهمني اخويا. يعني باش غنقرا فرنسي نقراها غير بالعربية، كتبي غير ضمور العضلات، غيخرج لك دي فيديو تشوف شو هذاك المرض وتحط باش هادشي هو اللي غادي تعرفي به، هادشي باش غادي يوصل للناس، الناس باش يفهموا اشنو واقع بالضبط. راه ما كاينش غير، كاين المئات من الامراض نادرة ما معروفاش، والناس كيشوفوا ولادهم كيبقاو يجروا من هنا، هذا كيقول لي ضاره هذه، هذه ضاره هذه، ولكن هو راه عنده واحد المرض ما معروفش حتى الدواء ديالو ما كاينش. داكشي اللي وقع ليا اخويا في الاول، انا فاش يلاه كيقول لي عنده ليف بلا، مع الوليد بدا تيعرج، بدا تيعواج ليه، تيقولوا لي ليف بلا ليف بلا. مشينا كندوزوا ليه الطبيب وداكشي ما كاين والو المده ديال عامين، وانا ما عارفاش ولدي هو تيعواج وما عارفاش. من بعد يلاه دابا تقريبا شي هاد السنوات الاخيره باش عرفت المرض ديال ولدي، حتى درت ليه واحد التخطيط ديال العضلات تما باش عرفته. من تما ويا تبدا المسيره ديالي، من تما ولدي وغادي تيزيد عواج، ما كيقدرش ياكل حيتاش هاد الحنجره عنده مسكين، ما العضله ديالها ما كتخدم، ما خداماش مزيان، الماكله ما تياكلش. ولدي رقيوق، راك شفتيه خويا في الصوره، رقيوق مسكين. هما اصلا تينبدهم المجتمع، علاش شنو ذنبهم زعما حنت وراثي؟ علاش ينبدهم المجتمع؟ تقدر تكون ولدي ولا تقدر تكون ولدك ولد الاخر، اي واحد يقول الله يسر والله يحفظ الوليدات كاملين. خويا كون شفتي الوليدات الاخر، مازال ولدي راه باقي شويه كيبان لك، راه باقي في الضو، راك شفتي ادريس، شفتي كي دايرين مساكن، صافي كيوصل لهم المرض للدماغ، تيوصل العضلات القلب تتعيا، حيت مساكن خاصهم طبيب القلب، طبيب الرئه، طبيب. حنا تناشدوا جلاله الملك وتناشدوا الناس وتناشدوا المحسنين، خوتنا المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معانا وعرفوا بهذا المرض الميوباتي، راه الناس تتموت، الناس راه كاينين اللي مساكن ما عارفين شنو عندهم. مازال انا راه واجهت وكنتقاتل على ولدي وكنطلعوا نهبط ولو غير في الدوله، واخا ما تيعيطوش لي عام دابا كنتسناهم، باقي لحد الان ما عيطوش ليا. فاش كتسناي؟ كنتسنى الدوله، قالوا لي غنعيطوا لك. شنو هي الدوله يعيطوا لك؟ الطبيب، الطبيب. وضحي وضحي. الطبيب كنتسنى زعما الطبيب، قالوا لي سيري تنعيطوا لك. مع كانت هذا الكونفيرمون من شهر ثلاثه اللي فات عندي الرونديفو، وباقي لحد الساعه ولدي عواج ودرت ليه عمليه وباقي. درتي العمليه على الرجل ديالو؟ شوف عمرو الوليد ديالك؟ عنده 9 سنين. الله يحفظه لك، الله يحفظه. امين يا ربي. راه المشكل كتجي فاش كتجي في الوليد الصغير وما عندوش الجهد، وكتشوف ولاد الناس كينقزوا وكيلعبوا داك الشيء. ياك اخويا. صعيب 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 صعيب. اش كنقولوا حنا الناس يبارطاجوا عرفوا، لان الوالدين راه هما اللي متضررين يعني بالكبده. وكت المرض النفساني واش شتيني كيفاش الهضره ديالي، ما تنعرفش نوصل حتى الرساله، ما عرفتش حتى مرض نفساني يعني. انا
اكتئبت وانا جاي شاده الطريق صح. قولي الحمد لله. اللهم لك الحمد. ربي راه كبير. ربي وشكرتك. قولي الحمد لله والله يحفظه لك. ولكن اللي تيبقى فيك الحال تتقول انا التجأت لخوتي المسلمين، خوتي المغاربه يوقفوا معانا، حتى حنا وقفوا معانا. احنا ماشي ضد هذوك اللي كتوقفوا معاهم ولا ماشي ضدهم، بالعكس الخير مزيان بعضياتنا حنا مغاربه. كل هذا راه مرض. ولكن حتى حنا وقفوا معانا اللي محتاجينكم بزاف، محتاجين البارطاج، محتاجين تطلعوا لنا مثلا القناه، محتاجين. حيتاش عندي مصاريف، عندي وليدات، انا ما كنهضرش دابا غير الناس باش ما يفهموش بانك انت راه ماشي جايه كتكلم على القناه. لا لا، تنتكلم على المرض ديال ولدي. غير القناه نسي دايرها بسبب هذا المرض. بسبب هذا المرض من الاول كنقول مدرت هذه القناه باش نوصل رسالتي، باش انا نكون مع ولدي. ولكن والو خويا عامين وانا دايرها والو. نحطوا الرقم ديالك واخا خويا، خصوص الناس اللي باغيين يعرفوا بهذا المرض وتجاوبوا مع الاسئله ديالهم. مرحبا. صفر الوريقات 06 23 22 22 99 16 99 16. السيدة راه جاية من مدينة سالا، جات حتى للدار البيضاء باش تكلم على هاد المرض، ضاربة الطريق والشمس والوليد، البنية باقا صغيرة الله يحفظها ليها، غير باش توصل هاد المرض يعرفوه الناس بأنه راه كاين واحد المرض أشنو كيتسبب. كاين اللي كيعانيو الابطال من هذا المرض، حيت حنا مسمينهم جروب الابطال. ما بقاوش شنو دايرين شي جروب في الفيسبوك؟ لا دايرينه في الواتساب، مساكن كلهم اللي فيهم هذا المرض، ما بقاوش كيقدوا يهضروا، حيت حتى واحد قال لك ما عطينا وقت، حتى واحد هذا المرض الوراثه قال لك حتى شي واحد. هذوك الناس اللي داخلين داك الواتساب علاش ما يديروش واحد الجمعيه؟ فهمتي؟ بغينا يد المساعدة حتى حنا كنقولوا باش ما نشدوش لها وجاب. شوف خويا، حتى أنا ما كرهتش ندير جمعية، أنا راه باغا نعاون هذوك الناس. يا ريت يا ربي، كنت كنقول لهم ديما، تنقول لهم كون طلعت قناتي أنتوما تبع خلي القناة كتحلم بالقناة بزاف، راه الأرض الواقع راه حاجة فهمتي؟ القناة راه غير أنت وزهرك. أنت وزهر فعلا. أنت راك عارفة شنو كاين. غير أنتوما بحال دابا أنت الأم ديال هاد الوليد ولا أخرين المراد، أسوا واحد الجمعية تكلموا ديروا ندوات، حضروا هضروا فعلا. حنا كاينين هاو، راه ما كانش الضغط، راه ما كاين حتى شي حاجه. دابا ندوز الاتصال بشاب ام عندها فهد، واخا عندها جوج وليدات مسكينه، عندها جوج وليدات مراد بهذا المرض. الله اكبر. عاود فردوس عندها ثلاثه ديال الخوت، فردوس عندها ثلاثه الخوت هاد ادريس وداك. عيات ما تعيط للصحافه، قال لك ما بغاوش يجيو عندهم. اقسم بالله علاش ما يجوش عندهم؟ ما عرفتش علاش، قالت لك عامين وانا كنتسنى انا نتصل بها دابا وتسمع كل شيء. فهمت؟ قالت لي هي مسكينه، قالت لي دابا من غدا نشوف تيفي ها انت، قالت لي عافاك قولي لهم يصيفطوا لي ديالهم على حساب طنجه، حيت هي في طنجه. حاولت توقفها فيك على قبل البنيه، ما بغاتش نشد لها الوجه ديالها، صافي خلاها واقفه هكاك. هاهي عاد جاوبني فردوس اللي عندها ثلاثه الخوت، عاوتاني مع كاين عادل، كاين بزاف، راه معنا شي 100 واحد. 100 واحد. هادو كلهم كل واحد من مدينة. كل واحد من مدينة. الو السلام عليكم. فردوس لاباس عليك؟ قولي لها راك فردوس شوفي راكي على المباشر ديال شوف تي في، هضري اختي عافاك على المشكل اللي عند خوتك وعلى المرض ديال وليداتنا، يعني انت غتشرحي احسن مني، هاكي هضري مع الناس يسمعوا. السلام عليكم. وعليكم. لاله بخير. شكرا بلا حيت بغيت نقرا تسمى زوينه معكم. مرحبا لاله. صح راه حنايا ما نكذبش عليك، راه المعاناه ديالنا راه لا اله الا الله، محمد رسول الله، حتى شي واحد راه خاص هاد المرض خاصهم يطلب عليه الضوء ويتعرف المعاناه ديالنا. راه حنا كنعانيو كنعانيو، وهذا المرض هذا راه مرض وراثي، وكاين اللي عندهم اللي جالهم وليداتهم من زوج اقارب او لا، وكاين اللي عنده غير وراثي، وكاين اللي غير ربي قدر ما شاء الله وفعل جا هذا المرض هذا. هذا المرض هذا كيبدا الطفل في الصغر ديالو كيتاخر الحبو والكلاب والمشي اللي كنعرفو الوليدات، يعني كيقدروا يتمشوا على عام عام وشهرين، هما كيقدروا يتمشوا حتى لعام عام وست اشهر، يعني عام ونص كيبداو يتمشاو. ملي كيبقاو يتمشاو على الرؤوس ديال الاصابع ديالهم، وملي كينوضو كيطيحو ولا طاحو كينوضو كيوقفو باليدين وبالرجلين كيعاونو، وكيكونو طالعين في الدرج كيطلعو شادين اليدين ديالهم. وين هادو هما المراحل الاول ديال المرض، كيوصلو للسن ديال 11 عام 9 سنين 11 عام، يعني ماكسيموم كيمشيو في 15 عام، ما كيبقاش يقدرو صافي كيستعملو الكرسي
بشكل متحرك. الا ما كانش المواكبه الصحيه من الاول وتتبع طبي وما كانش الترويض يعني على اللاج ديال عامين ثلاث سنين وما كانوش الاجهزه التعويضيه، الاجهزه التعويضيه اللي كتبدا الاجهزه التعويضيه شنو هو ذاك الحذاء اللي كيتلبس في الرجل باش الرجل ما كتتناش ما كتعواش، لان الاعصاب ديال الرجلين ديالهم كيتجبدوا وكيبقى الرجلين كيتبعوا اللور. يعني تقريبا نفس الحاله اللي عند الابن ديال هاد السيده المهنه. في انواع ونتمنوا ان غير هذا الكلام بعد اللي وصلت السيده سوا يكون وصل، ونتمنوا يعني حتى يعني يكونوا حلقات وديروا واحد الجمعيه وتاسسوها باش 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 تعرفوا بهذا المرض. انا الاخ ديالي مسكين كتطرح 12 عام هو في الدار وكاينين اطفال كنعرفهم 20 عام هو في الدار. صافي فردوس فردوس يلا اختي مع السلامه، خليني نكمل مع السيد. صافي نتمنوا الرساله ديالنا توصل، راه شاف ادريس خوك وريته ليه، راه وريت الحاله ديالو مسكين. يلا فردوس مع السلامه اختي، يلا بسلام. الله يجيب الشفاء. امين الله يشافي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في بدورنا حنا غادي ننتهيو من هاد الحلقه، فقط حاولنا اننا نعرفوا بهذا المرض النادر. سمعتوا في العديد يعني فيه راه اكثر من 100 360 نوع. انت تعرفش بيا عليا انا ما فهمتش ما قريتش بزاف. ما جاتش بالقرايه، جات غير بالوعي. شوف اخويا انا تربيت واحد وسط والديا رباوني ناس كبار فهمتي يعني في البراره ديما عفويه. المهم ولكن راك واعيه زيد باش توصل واحد الرساله ديال واحد المرض اللي هو كاين يعني ماشي غير هو ما معروفش، انتم جيتوا باش تعرفوا به وباش الناس تما يبارطاجيو وتكون الامور مستقبلا. الرسالة توصل يا ربي جلالة الملك وتكون مراكز لهاد الاطفال، يا ربي تنتمنى رسالتي توصل جلالة الملك. راه ما عارفش مسكين بهذا المرض، سيدنا راه ما عارفش بهذا المرض، بغيتو يعرف ويعرف بان راه ما كاينش اطباء جلالة الملك ديال هذا المرض. اعتق لينا وليداتنا راهم كيموتوا، الله يرحم لك الوالدين سيدنا، انت راك بانا وانت راك كل شيء. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي بارطاجي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في غنكونوا وصلنا نهايه هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء، نتمنوا تكون الرساله وصلت ان شاء الله. الله ييسر الامور، الله يجيب الشفاء للجميع. تبارك الله لكم وبارطاجيو لا فيديو لان هذا موضوع مهم. تبارك الله لكم.